واصل معالي الشيخ، هذه الليلة ستكون ليلة 27، هل لهذه الليلة مزية عن بقية الليالي، ليالي العشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الليلة، ليلة 27، هي أرجى ليالي العشر أن تكون ليلة القدر عند جمهور الأمة وجمهور العلماء، ووردت فيها أحاديث منها عند الإمام أحمد وعند أبي داود ليلة القدر ليلة 27، ومنها ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون هذا الأمر، منهم ابن عمر وابن عباس وأبي بن كعب، وكان أبي بن كعب يحلف ولا يستثني أن ليلة القدر هي ليلة 27. فقال له تلميذه زر بن حبيش: وش ما هو يعني الذي حملك، ما الذي حملك على أن تحلف؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعلامة لها أن الشمس تطلع في صبيحاتها ليس لها شعاع، وهذا في صحيح مسلم. المهم أن هذه الليلة هي أرجى الليالي عند جمهور العلماء وعند جمهور الأمة. ابن عباس استدل بأن كلمة هي في إنا أنزلناه في ليلة القدر تأتي رقمها 27، وعدد الكلمات في إنا أنزل في سورة القدر 30، فجاءت سلام هي جاءت في 27. فرأى ابن عباس أن هذا دليل على أن ليلة القدر هي ليلة 27. المهم الآن يعني ينبغي لنا أن نزيد في الإقبال على الله تعالى والانطراح بين يديه وذكره وتمجيده. ترى بعض الناس الآن في مثل هذه الليالي الفاضلة الدعاء عنده دعاء المسألة، وينسى الدعاء الأفضل وهو دعاء الثناء، ينسى. ولو أنه يشتغل بدعاء الثناء ولا ينسى دعاء المسألة كان ذلك أحسن. وأنتم تعلمون الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يعني يساعده في إجابة الدعوة، فدعاه صلى الله عليه وسلم أن يكبر، أن يسبح عشرا ويحمد عشرا و يهلل عشرا ويكبر عشرا في بداية الدعاء. ولو أن الناس أخذوا بدعاء الثناء فإنه أفضل من دعاء المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأهل الجنة قال الله تعالى عن دعائهم: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الذي أريد أن أؤكد عليه أنه ما ينبغي لنا في هذه الليلة أن ننسى دعاء الثناء، الذكر. وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم.